وسهلا زوارة هبة بريس الكرم. سبق لهبة بريس أن أدرجت العديد من المقالات واستطلاعات الرأي وأيضا الربورتاجات المتعلقة بالصراع والمعاناة التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بصنفيه داخل العاصمة. آخرها كان ربورتاج يتعلق بدخول جسم غريب على هذا القطاع أو سيارات الأجرة، وهو ما سمي بالقرصنة عبر تطبيق يسمى كريم، ونادت عدة نقابات وجمعيات برفع الحيف، وبل أكثر من ذلك أصبح بعض السواق يتصدون بحجز عدة سيارات أثناء مجاولتهم لسرقة هذه المهنة والنقل السري. في اتجاه آخر أردنا أن نسلط الأضواء أكثر باستضافتنا للسيد خالد الإدريسي بصفته رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة بالرباط، وأيضا نائبا لرئيس المرصد الوطني لحماية المال العام للجماعات المحلية والثروات الوطنية. أستاذ حسن الإدريسي أهلا وسهلا بك بهبة بريس. نتساءل معكم حول مآل قطاع سيارات الأجرة في أفق ظهور عاصمة أو مدينة الأنوار، وأن تدلوا برأيكم حتى نعرف إلى أين وصل هذا الموضوع. حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية حقيقة مآل قطاع سيارة الأجرة بالعاصمة الرباط يسير لوجهة لا نعلم إلى أين، وخاصة لأن هذا الأمر الذي نريد أن نتكلم فيه اليوم لم تعرفه عاصمة المملكة منذ أن كان السي عمر بن شمسي واليا على الرباط. لماذا؟ لأن حينما نريد أن نقوم بالإصلاح طبيعة الحال هناك إدارة وصية، ولما تنقل إدارة الوصية هي في شخص السيد الوالي، وكانت الأمور تسير بخطى ثابتة نحو التألق، وذلك عبر تجديد الأسطول، عبر إيجاد الوزارة الوصية، إحداث ذاك الدعم من أجل الحصول على من أجل تجديد ديال الأسطول، تليها المبادرة ديال الوزارة كذلك فيما يتعلق بالعقد النموذجي. هذا العقد النموذجي اللي احنا بالنسبة لنا كفاعلين جمعويين وكمراقبين وكمواطنين نرى بأنه هو لن يكون بالحل زعما النهائي، بل هو جاء من اجل تاجيل هذه المرحله اللي احنا فيها ديال الصراعات وكذا لما بعد 12 سنه. هذه من جهه. من جهه ثانيه نحن نستغرب كيف ان هناك قرار عاملي في الولايه ديال جهاد الرباط، وهناك مذكره ديال السيد وزير الداخليه التي تنص على احداث لجان اللجنه ديال الصلح من اجل فك النزاعات المرتبطه بالمأدونيات، هناك لجنة التي تبث في الشكاوي والقضايا التي تصدر عن المواطنين. نتفاجأ أن منذ تعيين السيد الفتيت كوزير للداخلية وتسلم السلطة وزمام الأمور بيد السيد الكاتب العام لولاية جهات الرباط سالة زمور الزعير، حقيقة شيء غريب وفريد من نوعه لم نراه بت في عاصمة المملكة، وخاصة أننا في عاصمة المملكة. أولا السيد الكاتب العام قام بإعطاء تعليمات صارمة من أجل إيقاف هذه اللجنتين، وللتذكير السي الجارح للتذكير هذه اللجنة بعدد ديال المواطنين في باريس كاينه حتى في باريس، لاننا رجعنا للقوانين المنظمه لقطاع سيارات الاجره منذ الاستقلال الان تنوجدوها بان كاينه في باريس. اليوم السيد الكاتب العام تيعطي امر بالايقاف ديال هذه اللجان. لماذا؟ لانه قام، هل سمعتم في يوم من الايام ان مصلحه ديال النقل يتراسها ثلاثه رؤساء؟ هذا غريب لم نراه من قبل، وهذا بالنسبه لنا يعتبر شطط في استعمال السلطه، لان حينما نطالب نحن كجمعيه مجتمع المدني من أجل مدينا بالمعطيات اللازمة والمعطيات باش نتحققوا من الأمور، كيقول لك السيد الكاتب العام أنا المسؤول، أنا الإدارة الوصية، أنا ندير اللي بغيت، رغم أن هذا القطاع غير متواجد في الأورغانيغرام في القانون الداخلي ديال الولاية. هذه من ناحية.
عشية تعيين صاحب الجلالة الوالي الجديد السي مهدية الذي يشهد له المغرب والمواطنين المغاربة لا في تمارة لا في مراكش لا في الحسيمة لا في وجدة بخصاله الحميدة وبعمله وبتشبته بالوطنية وبالملك وبالمواطنين. عشية تعيينين تفاجأوا بالتليفونات تتحركوا الهواتف تتحركوا لا غدا غتبدا هاد لا كوميسيون. حنا بغينا نعرفوا راسنا واش حنا نتعامل مع مؤسسة أم نتعامل مع دكان، يعني يروق لأي أحد أن يقوم بالله بما شاء. وهذا إن دل شيء عن شيء فإنما يدل على أن السيد الكاتب العام ارتكب أخطاء جسيمة فيما يتعلق بالصفقة ديال البيرمي مانيتيك البيومتري، فيما يتعلق بالشركة ديال الأرشيف، فيما يتعلق بتعيين واحد المجموعة ديال الناس الذين لا تربطهم علاقة بالقطاع ديال سيارة الأجرة عبر تعيينه رئيس لمشرف للجنة ديال النزاعات، وعبر تعيينه رئيسة. انا لم يعني واحد التحليل درناه على المستوى الوطني لم نجد هناك اي ولاية جهة او عمالة قسم مصلحة النقل تابعة للقسم الاجتماعي. إذن لندياج الحديث للتحدث عن أنكم دخلتم في محور الكراهات، هل لكم من أمل بسيط أو ضئيل أو كبير بخصوص وصول والي جديد وهيكل جديدة وتصور جديد استقبالا لمدينة الأنوار المنتظرة؟ حقيقة لنا أمل كبير لما قمنا بتعيين لما قام صاحب الجلالة بتعيين الوالي الجديد، لنا أمل كبير. ولكن من خلال ما تعرضنا له يوم الخميس حينما جانا السيد الكاتب العام اللي كنشوفوه لأول مرة في المرفق الثاني للولاية، تنزل تلقى واحد العدد ديال السائقين اللي هما هادي 4 شهور وخمس شهور هما موقوفين على العمل، تيجي تلقاهم وتيسمعنا واحد الوابل ديال السب والشتم أمام الملا اللي أدى لواحد المجموعة ديال المواطنين أنهم سجلوا صوروا ذاك المنحنى. وهذا إن دل عن شيء وإنما يدل عن تأجيج الوضع لما يقع حاليا عبر واحد المجموعة ديال الأقاليم، لأن هناك رجال سلطة مسؤولين جبابرة لا زالوا يعتقدون بأننا نعيش في زمن الرصاص وما أدرك ما الرصاص، في حين أن صاحب الجلالة ما فتئ أنه لعل خير دليل على ما أقوله اليوم هو الخطاب الأخير في تعيين العمال ديال السيد وزير الداخلية الذي وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال وحتهم على الأخذ بيد المواطنين وفك واحد المجموعة ديال الملفات. وبالتالي ما غيمكننا نقولوا لهذا الامر هذا كاع كله، احنا عندنا امل كبير. الامل ديالنا الاول في الله سبحانه وتعالى، والامل الثاني في السي مهدية السيد الوالي الجديد لما نعرفه عنه من حنكة وتجربة واسعة في هذا المجال. وقمنا كذلك البارحة بتسجيل رسالة موثقة بعثنا بها للسيد الوالي في انتظار ردي من اجل اللقاء العاجل والفوري من اجل رفع هذا الظلم وهذا التسلط ديال السيد وهذا الحيف وهذا الاستهتار ديال السيد الكاتب العام لولايه جهه الرباط سالز مورا. اذا شكرا لكم على جرأتكم في ايصال المعلومه الحقيقيه، ونتمنى ان يصل الخطاب الى حيث يجب. القرها ابو سالم يحييكم والسلام عليكم. شكرا لكم.